ومن هنا جاء المركز الثقافي الاجتماعي الأرثوذكسي في غزة. مركز يحاول قدر الإمكان أنه يكون مساحة مفتوحة للجميع بدون استثناء بدون تمييز. هو يعني مركز يعني فتح من أجل أنه يخدم مختلف القطاعات مختلف التوجهات مختلف الرؤى اللي موجودة في المجتمع الفلسطيني، وهو يعني مساحة جديدة للإبداع والابتكار للأنشطة الثقافية والاجتماعية اللي ممكن يعني تستهوي مختلف الناس اللي موجودين في قطاع غزة واللي يعني متعددين يعني حتى برؤاهم توجهاتهم من فنون من مسرح من ثقافة من كتابة من إبداعات. كل هذا المجال يعني بنحاول يكون هذا المكان يعني مساحة جديدة للانطلاق وللإبداع وللابتكار وللعطاء والعمل ده من داخل.